لحظات يا سلام. ايضا صدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك ايضا منصف ولا زاهي، هناك راشد بن هلال بن محمد بن سالمين على خيلي مع انطلاقة زاهي على الصدارة والمقدمة. تابع المركز الثاني في هذه اللحظات، وهناك قناة ياس تتابع هنا وتراقب هذه الشعارات ايضا المنطلقة بامال المشاركين. المركز الاول هناك زاهي، راشد بن هلال بن محمد بن سالمين آل خيلي. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، ايضا التواصل على المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. وصول وتقدم في هذه اللحظات هنا شاهين اسليب بن مسلب بن غزول العامري، بينما اللي خذ المركز الثالث هنا شاهين يتواجد على المركز الثالث او ناصي سعيد بن سالم بن علي الدرعي، واللي خذ المركز الرابع وصول من شاهين سعد بن مبارك بضعيف بن نابت المري على المركز الرابع. تابع المركز الخامس وصول وتقدم من مشغل سلطان بن محمد بن هويمن العامري. هكذا نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى المتقدمة والباحثة عن سيارة هذا الشوط. أعود مع البداية، زاهي بهذا الأداء الجميل، زاهي بهذا الشعار المميز هنا، وزاهي هناك أيضا مع الانطلاقة الأولى. راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الأخيلي يقدم لنا هذا الاسم. المركز الثاني شاهين على المركز الثاني، سليب بن مسلم بن غزول العامري يتواجد على المركز الثاني. يتابع انتقل نقلة مباشرة مع المركز الثالث، شاهين سعد بن مبارك بضعيف بن نابت المري يقدم لنا انطلاقة شاهين على المركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الرابع وصول من مشغل، هناك ايضا انتاج المختبر في يوم الاختبار، في يوم هناك ايضا الاختبار المميز والحقيقي. سلطان بن محمد بن هويمن العامري يتقدمون اهالي العين باحثين عن الناموس. المركز الخامس وصول وتقدم من ناصي سعيد بن سالم بن علي الدرعي يتواجد على المركز الخامس في هذه اللحظات، ولكن اتابع هناك ايضا الشعارات ايضا القنيه عن التعريب من خلف المراكز الخمسه الاوائل المتقدمه. اعود مع البدايه الاولى، بن قنزول هناك ايضا بدأ يتسلل على الصدارة مع انطلاقة شاهين. اسليم بن مسلم بن غزول العامري يقدم لنا شاهين مع الاندفاع الأولى، مع هذا المسار، مع المرتبة الأولى. المركز الثاني هناك أيضا زاهي، راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الأخيلي على المركز الثاني، بينما يتقدم مشغل في هذه اللحظات سلطان بن محمد بن هويمل العامري يبغي يشغلهم بن هويمل مع انطلاقة مشغل في هذه. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا من القادم هنا، اختلط الحابل بالنابل. وصول وتقدم، وصول وتقدم من الطاغي منصور بن رملي بن محمد العامري، وصل هذا الشعار وتقدم الطاغي في هذه اللحظات. انتاج الهقع، محمية الهقع غنية دائما عن التعريف، بينما هناك ايضا محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتقدم هنا كما تقدم الجميع على الصدارة. أعود مع البداية، أعود مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. الله يا شاهين، شاهين ما زال على الصدارة، شاهين ما زال على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المنصة بانت يا بن رملي، المنصة بانت، والسيارة هنا تحتار، السيارة تحتار ما بينها الأسماء الجميلة. منصور بن رملي بن محمد العامري يتقدم هنا ايضا على الصدارة، ولكن وصول وتقدم من شاهين. سليم بن مسلم بن غزول العامري على المركز الثاني، اتابع شعار بن هويمل على المركز الثالث. المركز الرابع وصول من محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، بينما اللي احتل وخذ المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام. الله يا سلام يا سلام يا سلام.
وصل هناك ايضا وتقدم خريمه سالم بن قنازل بن سعيد العفاري في هذه اللحظات. اعود مع هذا الكيلو وجوله الاوامر النهائيه هنا. بدينا في العد التنازلي، بدينا هنا مع ملهم محمد او مبارك بن محمد بن الخير بن عزيز الشريفي. وصل الشريفي هنا يتقدم مع انطلاقه ملهم وهناك ايضا الطاغي ما زال الطاغي بالفعل هناك ايضا بهذا الطغيان ولكن الله يا سلام خريمه على المركز الثاني. وصل سالم بن قنازل بن سعيد العفاري، وصل هذا الشعار ما بين الطاغي وخريمه، ما بين خريمه والطاغي. الكل يركز هناك ايضا الكل هنا ما بين اهالي مصانع الجنوب وهنا هذا الشعار الجميل شعار العفاري. الله يا سلام جوله الاوامر، السياره بالانتظار ولكن الطاغي هناك خريمه والطاغي ما بين هالشعارات، ما بين شعار ايضا العفاري وشعار بالرملي هنا يتواجد في موقع واحد. الطاغي السياره الثالثه في رصيد سلام مصانع الجنوب. سلام تحيه واحترام. المركز الثاني شاهين او خريمه سالم بن قنازل بن سعيد العفاري على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعي الكلام شاهين سليب بن مسلم القزو العامري اللي احتل المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم ايضا من شاهين علي بن صالح بن علي الحميري. والمركز الخامس ايضا الذيب سالم بن محسن بلوهي العفاري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت 7:24 جزءا يتيما من الثانية، وأيضا السيارة الثالثة يضيفها في مساء هذا اليوم. هنا أيضا إنتاج الطاغي ومحمية الفقعة غنية عن التعريف. تانية والناموس منصوب الرملي بن محمد العامري. المركز الثاني 7 دقائق. المركز الثاني 24 7 اجزاء من الثانيه خريم سالم بن قنازل بن سعيد العفاري. تهانينا والناموس بينما اللي احتل وخذ المركز الثالث وصول له وتقدم من شاهين سليب بن مسلم بن قزول عامري 7 دقائق و 28 ثانيه 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. اذا باسمك اللهم نبدا على بركته نتوكل منه دائما.